بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي طلاب الصف الثاني الإعدادي، إن شاء الله النهاردة واصل معاكم حل وشرح كتاب المعاصر الدرس الخامس والسادس من الوحدة الثامنة. هنبدأ دلوقتي بكلمات الدرس: بالانسد دايت، بالانسد دايت نظام غذائي متوازن، ادفايس ادفايس نصيحة، ريزون ريزون سبب أو مبرر، ريلاكس ريلاكس يسترخي، كونكلوجن كونكلوجن يعني خاتمة، كونكلود كونكلود يعني يختم أو يستنتج، بيبر بيبر فلفل، سبينش سبينش يعني سبانخ، سويت بوتيتو سويت بوتيتو بطاطا، أبسيت أبسيت يعني منزعج. في عندي تمرين على الكلمات، complete the following sentences using the words in the box. عندنا reason upset depend on Beavers balanced. رقم واحد: I was A because my dad was late، لأن أبي تأخر for my birthday party على حفلة عيد ميلادي. يبقى أنا أخذ هنا upset، أنا منزعج. اتنين: Having not food is necessary for your health. تناول طعام A ضروري لصحتك. طبعا balanced يعني متوازن، دي هتبقى اتنين. تلاتة: And delicious والخس are green vegetables يعني خضروات خضراء. يبقى ناخد بيبر اللي هي الفلفل، يبقى دي رقم ثلاثة. أربعة: Can you give me ممكن تديني a reason، reason يعني سبب، for coming late لأنك جاي متأخر. عندي مجموعة من الكلمات على الدرس الخامس: Athletics Athletics اللي هي نادي ألعاب القوى، Art School مدرسة لتعليم الرسم، amount كمية أو مقدار، own يعني يمتلك، drawing الرسم، painting التلوين، perhaps ربما، explain يشرح أو يفسر. كلمات درس 6: sort يعني نوع، طبعا دي بتساوي حاجة تانية اسمها kind K-I-N-D، أوكيناوا آيلاند دي جزيرة في اليابان، أوكيناوا خاصة بجزيرة أوكيناوا، unfortunately unfortunately لسوء الحظ، surprise يفاجئ أو يدهش، ده طبعا فعل يا جماعة، introduce introduce ده فعل يقدم، barbell barbell أرجواني اللون، situation situation يعني موقف، point يعني يشير إلى أو فكرة، هنا olive olive يعني زيت الزيتون، olive oil. نيجي دلوقتي في عندي مجموعة من choose. رقم واحد: We have to write يجب أن نكتب A at the end of the paragraph في نهاية الباراجراف، طبعا conclusion خاتمة. اتنين: In Egypt في مصر We buy roasted sweet not at the streets، بنشتري إيه؟ بطاطا سكرة شوارع أو من الشوارع. تلاتة: Doctors always advise people الدكاترة دايما بينصحوا الناس to have not diets بيعملوا غذاء نظامي متوازن، يبقى balanced. أربعة: listening to quiet music سماع موسيقى هادية can help you ممكن يساعدك على الاسترخاء relax. خمس: it was not easy for him ليس من السهل عليه to join the school not team لينضم إلى فريق إيه؟ athlete اللي هو فريق ألعاب القوى اللي هي athletics team اللي هي ناخد الأولى بلاش الأخيرة دي. ستة: You should have not diet to stay healthy يجب أن تعمل نظام غذائي متوازن لكي تبقى بصحة. سبعة: You want to make something for them عايز تعمل لهم حاجة You don't know how to cook ولكن لسوء الحظ ما بتعرفش تطبخ، يبقى unfortunately. ثمانية: Take small a of food but finish them يبقى take small amounts يعني تناول كميات من الطعام but finish them ولكن انتهي منهم. تسعة: My father a small shop in Cairo يعني يمتلك محل صغير في القاهرة he bought it 3 years ago اشتراه من 3 سنين. عشر: My dad not me with a cute bobby طبعا يبقى هنا فاجأني يبقى surprised me بلعبة طبعا. رقم 11: I asked the science teacher أنا طلبت من مدرس العلوم to note the causes of pollution to me إن هو يشرح لي explain.
اللي هي اسباب التلوث. 12 is a plant هو نبات ذات كان بي جرين ممكن يكون لونه اخضر ريد او احمر او اصفر طبعا ليمون ولا بيبر طبعا بيبر اللي هو الفلفل. 12 is a vegetable هو خضار with white dark green leaves الورق بتاعه اخضر غامق وعريض that go soft when you cook them بيبقى ناعم عندما تطبخه طبعا اسبانيش اللي هو السبانخ. 14 our future depends طبعا depends on على طول يعني مستقبلنا بيعتمد على our hard work. 15 نكست صندل الحد اللي جاي we have a math test عندنا امتحان رياضه. I need to revise نقط the exam revise for يعني عايز اراجع من اجل. Don't نقط up late ما تسهرش يبقى don't stay up late it's an healthy habit دي طبعا عاده مش كويسه. هنا اعطاء النصيحه بشان كيف تكون بصحه جيده هنا مجموعه من النصائح والرد عليها. هنا واحد بيقول ايه؟ What should I eat؟ ماذا يجب علي ان اكل؟ If I want to have more energy لو اردت ان يكون لدي طاقه اكثر. فهنا الرد اهو If you want to have more energy لو انت عايز عندك طاقه why you don't try eating rice and pasta يعني لما لا تاكل اطعمه مثل الرز والمكرونه. كمان سؤال What should I do؟ ماذا ينبغي علي ان افعل؟ If I want to relax لو اريد ان استرخي. It's a good idea to exercise. إنها فكرة جميلة إنك تمارس بعض أنواع الرياضة. Exercise can help you relax يعني قد تساعدك على الإيه؟ الاسترخاء. في عندي دلوقتي برضو قاعدة مهمة عندنا enough يعني يكفي too much يعني كثير جدا للكمية too many كثير جدا للعدد. عندنا أول حاجة enough يا جماعة استخدم enough قبل الاسم بمعنى كافي يبقى enough زائد اسم. زي ايه؟ sleeping for enough time يعني النوم مده كافيه is important مهم. كمان مثال I think she doesn't sleep for enough hours اعتقد ان هي لم تنم ساعات كافيه. هنا عايز envy enough اجيب قبلها not enough بمعنى غير كافي وياتي برضو بعدها اسم. مستر هشام goes to bed يذهب الى الفراش at 1 a.m. الساعه 1 صباحا. And gets up ويستيقظ at 7 a.m. ويستيقظ الساعة السابعة. This is not enough sleep. ده طبعا ايه كمية غير كافية من النوم. نيجي على too many يعني عدد أكثر من اللازم. دي طبعا بتأتي مع اسم ايه اللي يعد. ماشي؟ فأنا عندي دلوقتي إيه؟ I think she sleeps for too many hours. يعني too many بيأتي بعدها طبعا اسم ايه يعد. يعني أنا أعتقد إن هي بتنام for too many hours لمدة ساعات كبيرة جدا. أما كلمة too much كمية أكثر من اللازم وتأتي قبل الاسم الذي لا يعد زي مالك sleeps from 10 a.m. يعني مالك بينام من الساعة 10 مساء إلى اللي هي 9 a.m. إلى 9 صباحا. I think this is too much sleep أعتقد إن دي مدة كافية من كمية كبيرة من النوم. سؤال تشوز بقى واحد there are two not books طبعا books دي بتنجمع يبقى ناخد على طول in the bag I can't carry it انا لا استطيع ان ايه ان احملها يبقى هنا مني. اتنين I don't like this soup ما بحبش الشوربه دي there is two not salt in it طبعا salt دي لا تجمع يبقى ناخد much فيها ملح كتير. تلات can I have some more sugar هل استطيع ان احصل على المزيد من السكر لو سمحت. There is not in this tea, there is not enough. مفيش هنا not enough من السكر يعني في الشاي. أربعة we don't have هنا طبعا في ايه؟ نفي fat in our diet. We don't have much ولا many ولا few ولا a lot طبعا ناخد ايه؟ much لأن fat لا تجمع. اسم لا يعد. خمسة I don't want more rice مش عايز رز كمان. I have enough أنا معايا كفاية ما يكفي. رقم ستة let's not هنا let's not go to the beach يعني هيا بنا لا نذهب إلى الشاطئ. There are not people there today طبعا هناك إيه too many يعني ناس كتير هناك. سبعة
Could you get a few tomatoes? هل تستطيع أن تحصل على قليل من الطماطم؟ I don't have. يعني تحضر قليل من الطماطم. I don't have not for the salad. I don't have enough. فيش يكفي للسلطة. رقم 8. I think to a technology. تكنولوجيا هنا لا تجمع. يبقى I think to technology can give you a headache. طبعا much. ممكن تسبب لك صداع. 9. She doesn't have oil for her food. She doesn't have. هي ليس عندها oil. طبعا هنا الزيت لا يعد. يبقى ناخد على طول enough. لا يوجد زيت كفاية في الطعام. 10. There are not many mistakes. يبقى طبعا two many يعني كمية كبيرة جدا من الأخطاء في الإيميل. صح. She is fat as she eats. هي تخينة لأنها بتأكل. هنا ميني رايس ما ينفعش ميني لأن الرز لا يجمع ياخد ماتش. 2. I try not to eat. بحاول ألا أكل هنا ماتش فاست فود. يعني طبعا ما ينفعش تو دي ناخد تو 2 او. She ate هنا ماتش ما ينفعش لأن سويت بتنجمع. يبقى she ate many sweets yesterday. 4. He wasn't very angry. هو لم يكن جعان جدا. So he didn't eat. طبعا هنا الرز يبقى ناخد ايه ماتش رايس ما كانش رز كتير. 5. تامر's mother gives him. ام تامر بتدي له تو نوت فود. طبعا فود لا تجمع ناخد لها ماتش. 6. علي ايتس تو. طبعا كيكز هنا جمع يبقى ناخد لها ميني. 7. ايمان فيلز تاير تشعر بالارهاق. اول ذا تايم طول الوقت. اند دازنت جيت هنا اناف سليب يبقى نجيب اناف قبل سليب. 8. لاست سمر وليداي أجازت الصيف الماضية. I earned and accept هنا money enough money جيب برضو enough قبل money. I spent two هنا money. طبعا الفلوس كلمة النقود نفسها لا تجمع بناخد ايه much. بنيجي دلوقتي على تمارين الدرس الخامس والسادس هنبدأ بسؤال الليسن يا جماعة خلي بالكم كله خلي باله. To be healthy لكي تكون بصحة جيدة make sure تأكد you have a balanced diet أن أنت تتناول غذاء متوازن and eat some all of types of food وتناول بعض من كل أنواع الطعام eat healthy snacks يعني تناول وجبات صحية خفيفة sleep well نم كويس and don't worry too much ولا تقلق كثيرا. السؤال الأولاني make sure you have a good diet يبقى ناخد ايه balanced زي ما سمعنا eat some of all the types of food to be healthy you have to sleep well عشان تبقى صحي نام كويس don't worry ما تقلقش كثيرا to be healthy. هنا سؤال choose don't بعدها التصريف الأولاني يبقى don't boil ده أمر منفي don't boil oil more than one time هتغليش الزيت اكتر من مرة. 2. Sugar is bad for your health. سكر ايه بقى؟ طبعا too much. 3. He doesn't have money to buy the mobile. يبقى he doesn't ليس معه فلوس كفاية يبقى ناخد enough. I have two not friends. friends طبعا دي جمع يبقى ناخد mini. I have too many friends. I can't really count them. عندي أصحاب كتير ما أقدرش أعدهم. 5. Spinach اللي هو السبانخ is a kind of vegetables نوع من الخضروات. 6. They have played for long لعبوا مدة طويلة. Surely أكيد they are tired هم مراهقين. We always fry eggs دايما بنحمر أو بنقلي البيض in a طبعا pan في الطاسة الآلية. 8. I don't like not food. It's unhealthy. أنا لا أحب إيه؟ طبعًا الوجبات السريعة. Fast food. 9. I haven't eaten anything. أنا لم آكل أي شيء. I feel أنا أشعر طبعًا بالجوع. Hungry. هنا 10. Rice and pasta. الرز والمكرونة give us more energy. تديني طاقة. نيجي باراجراف. healthy food الطعام الصحي
If you want to be healthy, لو انت عايز تبقى صحي, you should be careful, يجب ان تكون حريص about what you eat, عما تأكل او ماذا تأكل. Not all kinds of food, ليس كل انواع الطعام are healthy, صحية. Fast food, الطعام السريع, isn't healthy food, ليس طعام صحي. علشان طبعا المكان مش مقضي, هنكمل الباراجراف من صفحة 316. بنيجي دلوقتي يا جماعة, في عندي محادثة على اليمين. Complains of long dialogue. عبدو is at the restaurant. عبدو في المطعم. Waiter garçon بيقول له ايه? How can I help you? كيف استطيع ان اساعدك? فهنا عبدو طبعا قال لي I want the menu please. انا عايز القائمة لو سمحت. فويتر قال له okay here you are تفضل. What would you like to have? ماذا تحب ان تتناول? قال له I'd like to have fish and rice. انا عايز سمك ورز. طيب هنا سأل سؤال قال له yes I would like a salad. يبقى would you like a salad, هل تحب سلطة؟ سؤال إجابته I would like some orange juice, أنا أحب بعض عصير برتقال. يبقى what would you like to drink, ماذا تحب أن تشرب؟ Anything else, أي شيء آخر؟ طبعا thanks أو thank you. بنيجي الصفحة اللي هي بالعرض دي, دي طبعا تدريبات مجمعة من اختبارات المحافظات على الوحدة بالكامل. سؤال تشوز, واحد There are no grapes left. Would you like some? طبعا grapes العنب ده بيتعد يبقى ناخد a few. There isn't no rice. We should buy some. There isn't enough. لا يوجد رز كفاية. يجب أن نشتري البعض. ثلاثة Can be green, red or yellow. It's healthy. Like eating it very much. أنا بحب أكله كتير. طبعا فلفل بيبر. أربعة in many places في كثير من الأماكن people use pepper beans بيستخدموا الفول الأخضر to make فلافل عشان يعملوا منه الطعمية. She is allergic to nuts, يعني هي عندها حساسية من المكسرات. So she doesn't eat, لا تأكل منه الإيه طبعا any, لأن دي نفي كلش منه حاجة. رقم ستة your A is The kind of food, ونوع من الطعام that you eat every day, بتاكله كل يوم. طبعا هنا الدايت. سبعة We not with our noses, بنعمل ايه بالانف بتاعنا؟ طبعا here taste touch smell, يبقى نشم. ثمانية He doesn't eat any cakes, بياكلش اي كيكة. Because he is to them, عنده حساسية منهم. يبقى رقم دي. تسعة Eat some of all the طبعا طيبز, يعني كل البعض من كل انواع الطعام. رقم 10 humans have, الانسان له 210 bones عظمه in their bodies في اجسامهم. السؤال اللي بعده تصحيح would you like, على طول بياتي بعدها some, ده مصطلح على بعض ده لانه ده عرض. would you like some coffee. 2 they don't have, هنا بوكس طبعا بوكس دي هنا في نفي يبقى ناخد any. ثلاثة هنا جملة أمرية بتبدأ بالتصريف الأولاني بأد some butter in a frying pan. أربعة there are two, هنا people الناس تجمع يبقى ناخد ميني. رقم خمسة هنا not forget, عايز أقول ما تنساش يبقى أقول don't forget, أخد forget معاها. to add some salt. ستة don't بعدها التصريف الأولاني ده أمر منفي, don't touch electric wires, ما تلمسش سلوك الكهرباء. سبعة there is two, هنا mini salt, طبعا الملح لا يجمع ناخد ماتش. رقم تمانية هنا doesn't play, ما ينفعش doesn't play يبقى don't play, امر منفي. تسعة ماهر eats, هنا food, الطعام لا يجمع, اذا ناخد لها ايه a little لان ده كمية. رقم عشرة I sometimes eat, هنا a little ما تنفعش لان grapes عدد, يبقى I sometimes eat a few grapes for breakfast, احيانا باكل هنا قليل من العنب في الايه وجبه الافطار. وبكده يا احبابي طلاب الصف الثاني الاعدادي انتهينا من شرح وحل الايه الدرس الخامس والسادس من الوحده الثامنه, واتمنى نكون استفدنا من الفيديو ده. استنوني الفيديو القادم احل لكم امتحان على الوحده بالكامل. ما تنسوش الاشتراك في القناه. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.